السلام عليكم. هناخد النهارده قسمة الأعداد النسبية. عملية قسمة الأعداد النسبية هي عملية ضرب في المعكوس الضربي للعدد. فلو احنا قلنا 3 على 4 على 2 على 5 بنعمل ايه؟ عملية القسمة دي بنحولها عملية ضرب، والعدد ده 2 على 5 بنحوله للمعكوس الضرب ليه اللي هو 5 على 2، او يبقى هو اسمه ايه؟ المعكوس الضربي للعدد، وبنسميه ايه كمان؟ المقلوب، مقلوب العدد. طيب فعملية القسمة هي عملية ضرب، عملية القسمة عملية ضرب في المعكوس الضربي للعدد. هناخد ملاحظات. لا يمكن القسمة على صفر، زي ما احنا عارفين ان احنا ما نقدرش نقسم على صفر، لان القسمة على الصفر بتدينا عدد على صفر، دي ايه؟ ليس لها معنى، فلا يمكن القسمة على صفر. طيب تاني حاجة، مجموعة الأعداد النسبية ليست مغلقة بالنسبة لعملية القسمة، يبقى بخلاف الضرب عملية القسمة ليست مغلقة. مجموعة الأعداد النسبية ليست مغلقة بالنسبة لعملية القسمة. تالت حاجة، عملية القسمة في نون ليست إبدالية وليست دامجة. يعني إيه؟ إحنا لو جينا نشوف المثال ده، إن إحنا لو قسمنا نص على ربع، نص على ربع لا تساوي ربع على نص. طيب نتأكد، احنا قلنا ان عملية القسمة نص بتتحول لعملية ضرب، لكن في المعكوس الايه؟ الضربي، يعني 4 على 1 يعني تساوي كام؟ 1 في 4 ب4، و2 في 1 نضرب البسط، البسط والمقام في المقام هي 2، هي بتساوي 2. طيب نشوف الناتج بتاع العملية دي، 4 هنقلب القسمة ضرب ونجيب المعكوس الضرب اللي هو 2 على 1، يبقى هتساوي 2 على 4 اللي هي بتساوي نص. طيب الاتنين والنص هل بيساوي بعض؟ لا، يبقى لا يساوي. يبقى اذا عملية القسمة في نون ليست ابدالية وليست دامجة، يعني ما بنقدرش نبدل، ولا يوجد معكوسات للاعداد بالنسبة لعملية القسمة في نون. طيب هنشوف التمارين، تمارين على قسمة الأعداد النسبية. أوجد قيمة كل مما يأتي في أبسط صورة. -2 على 3 على 5 على 3 هتساوي -2 على 3، دي عملية إيه؟ قسمة، نقلبها عملية ضرب. طيب 5 على 3 هنجيب المعكوس الضربي ليه، يبقى 3 على 5 ونضرب عادي، بسط في بسط ومقام في مقام. -2 في 3 -6، و3 في 5 -15. وزي ما احنا فاكرين احنا ممكن نختصر، ممكن نختصر كده، هنا على 3 6 على 3 فيها 2، 15 على 3 في 5 هتساوي 2 على 5. ممكن نختصر من هنا 3 دي هتروح مع 3 دي وهيساوي سالب، طبعا دي سالب، تساوي -2 على 5. يبقى ممكن نختصر من الأول، أسهل لنا. طيب 2 من 10 على 5 هتساوي كام؟ احنا عارفين ان 2 من 10 يعني 2 على 10، والعلى هنقلبها ضرب، والخمس هنجيب المعكوس الضربي ليه اللي هو 5 على 1، يبقى هتساوي، ممكن نختصر، ممكن هنا 5 على 5 فيها 1 على 5 فيها 2، و2 فيها 1 على 2 فيها 1، يبقى 1 على 1 اللي هي بتساوي 1. تالت مسألة، 3 على 7 على -9
اللي هي بتساوي 3 على 7 في المعكوس الضربي لسالب 9. سالب 9 دي اللي هي بتساوي كام؟ اللي هي سالب 9 على 1. المعكوس الضربي ليها يعني المقلوب بتاعها اللي هي سالب 1 على 9، تساوي نختصر 3 على 3 فيها 1، 9 على 3 فيها 3، يبقى 1 في سالب 1 بسالب 1، وسبعة في 3 ب21 يبقى سالب 1 على 21. المسألة اللي بعد كده، اتنين وخمسة على 5.5، نرفع الكسر، حط المقام زي ما هو، 2 × 5 = 1.11، وعملية القسمة نقلبها ضرب. طيب الأول هنعملها قسمة زي ما هي بس علشان نرفع الكسر ده، 5.5 نرفع الكسر بتاعها، يبقى 5 × 2 = 1.11 هتساوي، يبقى 11 على 5 زي ما هي، والقسمة هتبقى ضرب، وال11 على 2 هنجيب المعكوس الضرب ليها اللي هي 2 على 11، وهنختصر طبعا 11 × 2 على 5 × 11، طبعا 11 هنا على 11 فيه 1، على 11 فيه 1، على 11 فيه 1، 11 فيه 1، يتفضل 1 × 2 ب2، و5 × 1 ب5، يبقى 2 على 5. السؤال اللي بعد كده بيقول إذا كانت ألف تساوي 2 وباء تساوي 1/2 وجيم تساوي 3 على 2، فأوجد في أبسط صورة القيمة العددية للمقدار. أول حاجة باء على جيم، باء بكام؟ هنشوف باء على جيم تساوي الباء بكام؟ بنص، يبقى 1/2 على جيم بكام؟ 3 على 2، اللي هي هتساوي 1/2 القسمة هنقلبها ضرب، ونجيب المعكوس الضربي للعدد ده اللي هو 2 على 3 اللي هو بيساوي، وهنختصر 2 فيها 1 على 2 فيها 1، يبقى هتساوي 1 على 3/3. هنجيب اللي بعد كده، المقدار اللي بعد كده، ألف ناقص باء على جيم هيساوي، هنشوف الألف بكام، ها الألف ب2 والباء ب1/2 والجيم ب3 على 2. نكتب القيم، الألف هنا ب2 والباء ب1/2 والجيم 3 على 2، يبقى تساوي 2 ناقص 1/2 على 3 على 2. طب نخلص اللي جوه القوس ده، 2 ناقص 1/2، الاتنين دي نخليها كام على 2؟ 4 على 2 بتساوي 2 ناقص 1/2 على 3 على 2، اللي هي هتساوي 4 على 2 ناقص 1/2 تساوي كام؟ نحط المقام ونطرح 4 ناقص 1 اللي هي ب3 على 3 على 2 هتساوي 3 على 2، ونقلب القسمة ضرب في المعكوس الضربي اللي هي 2 على 3، ونختصر 2 تروح مع 2 في 1 طبعا، و3، يبقى الناتج 1 على 1 اللي هو بيساوي 1. وكده نكون خلص درسنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله.